نشرة الأخبار من التلفزيون المصري. مشاهدي الكرام أهلا بحضراتكم، نحييكم سيداتي وسادتي ونستهل النشرة بالعناوين. مدبولي يؤكد الاستعداد لإطلاق الرسمي للمرحلة الحالية من مبادرة حياة كريمة بعد حصر احتياجات جميع القرى المستهدفة فيها. والصحة تعلن اتخاذ إجراءات احترازية إضافية في الحجر الصحي بجميع المنافذ مع ظهور تحورات جديدة للفيروس. تفاصيل نشر مشاهدينا الكرام. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستعد حاليا لإطلاق الرسمي للمرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة رسميا، وذلك بعد أن تم حصر احتياجات جميع القرى المستهدفة بالمرحلة الحالية على أرض الواقع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة عدد من المشروعات التي تتعلق بهذه المبادرة، وكذا إحياء منطقة القاهرة التاريخية وممشى أهل مصر، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعدد من المسؤولين المعنيين. وخلال الاجتماع أشار مدبولي إلى أن فرق العمل بدأت في النزول لعدد من المواقع المخطط تنفيذ المشروعات بها في تلك القرى المستهدفة. على صعيد آخر، شدد رئيس الوزراء على ضرورة مراجعة جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي للتأكد من الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالجة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمراجعة عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومتابعة إجراءات الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالجة، وذلك بحضور وزيري الموارد المائية والري والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعدد من المسؤولين المعنيين. وأضاف مدبولي أنه يتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري الحدائق والمسطحات الخضراء في المدن الجديدة. رئيس الوزراء التقى كذلك وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسؤولي الوزارتين والجهات المعنية لمتابعة إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة، حيث أشار مدبولي إلى أنه سبق الاتفاق على عقد أكثر من امتحان تجريبي تم عقد أحدهما في إبريل الماضي، وسيتم عقد امتحانات تجريبية أخرى في مايو ويونيو بهدف الوصول إلى تلافي أي نسبة من الخطأ كي يتم خروج الامتحانات هذا العام على أكمل وجه. وخلال الاجتماع استعرض وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والاتصالات الجهود المبذولة لعقد الامتحانات ونتائج الامتحان التجريبي الذي تم عقده في إبريل الماضي. من ناحية أخرى، أشاد رئيس الوزراء بجهود لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس في تقديم الرعاية الطبية لعدد كبير من المواطنين كل شهر. جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء تقريرا من دكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء حول جهود اللجنة خلال شهر إبريل الماضي. وأوضح حسام المصري أن اللجنة التابعة لمجلس الوزراء استجابت ل 584 حالة تحتاج إلى تدخلات طبية، فضلا عن إصدار 92 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس الوزراء، إضافة إلى إجراء 267 عملية جراحية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة رسالة نصية متداولة تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا. أوضح المركز أنه تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتلك الرسالة، وشددت الوزارة على أن المعلومات الواردة كافة بالرسالة مغلوطة وغير دقيقة، مشيرة إلى إتاحة جميع المعلومات حول اللقاح وفائدته من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة لتسجيل الراغبين في الحصول على اللقاح. أعلنت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لفيروس كورونا بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس في عدد من دول العالم.
وأكدت وزيرة الصحة على تطبيق تلك الإجراءات والتي تتضمن إجراء فحص الحمض النووي السريع لجميع الوافدين سواء من المصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، فضلا عن فحصهم ظاهريا وتوقيع الكشف الطبي عليهم. كما أشارت الوزيرة إلى مناظرة 5 ملايين وأكثر من 411 ألفا من القادمين من الخارج بالحجر الصحي بجميع منافذ الدخول منذ بداية الجائحة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية. تنفيذا لتوجيهات دكتور علي المسلحي وزير التموين، ضخت الشركة القابضة للصناعات الغذائية كميات كبيرة من منتجات العيد بتخفيضات كبيرة تصل إلى 40%. ودخل كحك العيد والكثير من السلع الأخرى ضيفا على تلك الأرفف بالمجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها إلى 1300 مجمع ينتشرون بمحافظات الجمهورية استعدادا لعيد الفطرة. عندنا في جميع المجمعات كميات كبيرة جدا من الكحك والبسكوت والبتفور والغريبة، والمواطن يخش في أي مكان وأي وقت عندنا في المجمعات هيلاقي. فالأرفف التي تزينت بكل مستلزمات عيد الفطر من كحك وبسكويت تزينت أيضا بتلك التخفيضات التي يصل في البعض منها إلى 20%. المواطن دلوقتي يخش اي مجمع استهلاك يخشه تبع اي شركه من الشركات من 7 شركات اللي موجودين تبع الشركه القابضه، هيخش هيلاقي الكحك والبسكويت والبيتفور والغريبه باسعار تقل عن السوق مش اقل من 25%. ولانها اذرع الدوله الطوله للوصول الى المواطن، فان تلك التخفيضات وجد فيها المواطن طوق نجاه للتوفير. اسعار الكحك والبسكويت ارخص حتى من المخابز اللي بره. ومع اكتمال الصوره بهذا المشهد، تكون القابضه للصناعات الغذائيه قد وصلت الى المواطن بتخفيضات كبيرة تصل في البعض منها إلى 40%. هنا أيضا تباع الأسماك المملحة للمواطن بتخفيضات كبيرة تصل في البعض منها إلى 30%. هو الرينج عندي ب 35 والفسيخ ب 120، طبعا الفسيخ بره النهارده مش أقل من 200-250 جنيه، عندي 120 جنيه وفسيخ ممتاز. على أي حالة فإن الدولة قد نجحت في تخفيف العبء على المواطن، ونجحت أيضا في توفير كل احتياجاته من السلع استعدادا لعيد الفطر المبارك بالمجمعات الاستهلاكية. رمضان الشحاتة، التلفزيون المصرية. وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة جميع أشكال الخروج على القانون، تواصل أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية، ما أسفر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية خلال شهر. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6112 قضية تموينية متنوعة، وضبط 3863 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 42162 أرجيلة، إضافة إلى غلق 7253 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 101078 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 8853 قضية تموينية متنوعة، من بينها 156 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء، وضبط 15 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,018,357 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء.
إضافة إلى 8682 قضية تمونية بمضبوطات وزنت قرابة 825 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 260,421 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 41,124 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3,105 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 201 سائق منهم، كما تم المرور على 122 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 307 من سائقي حافلة المدارس، كما تم فحص 335 حافلة مدارس تبين مخالفة 29 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1702 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 63,283 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 32,326,782 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 381 قضية ما بين كتب وملازم تعليمية والعديد من الأجهزة المختلفة في مجالات البث الفضائي والبرمجيات والمصنفات السمعية والبصرية. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1137 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة مالية بلغت 871,043,000 جنيه مصرية، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها. أكد محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن المشروع القومي لتأهيل الترع يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهاية الترع. وحث وزير الري المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، مضيفا أنه تم الانتهاء من تأهيل الترع بأطوال تصل إلى 1667 كيلومترا بمختلف محافظات الجمهورية، ليصل إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع إلى 8226 كيلومترا حتى الآن، وذلك في المرحلة الأولى من المشروع والتي ستنتهي بحلول منتصف العام المقبل بتكلفة إجمالية تقدر ب 18 مليار جنيه. سيدات والسادة، نهاية نشرة الخامسة عرضنا لها من الفضائية المصرية. الرئيس السيسي يستقبل من مطار القاهرة الدولي رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي. ومدبولي يؤكد الاستعداد للإطلاق الرسمي للمرحلة الحالية من مبادرة حياة كريمة بعد حصر احتياجات جميع القرى المستهدفة. مصر.eg للمزيد. نشرة الخميس عرضنا لها من الفضائية المصرية. دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.